ما فينا نحس اننا ايه من قبل الضيف شوي مفرفش معاه. السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم؟ كيف الصحة؟ منورين يا غالية يا عزيزة يا غالية، ربي يبارك لكم. سعيدون بتواجدك معنا. تحية حب صادقة من تونس لكم جميعا. شكرا. واتمنى لكم النجاح والتوفيق. ونهنيكم بهذا البرنامج ونيالكم انكم لقيتوا برنامج بهذا المستوى. النتيجة مهمة أكيد، الأهم أنكم شاركتوا في برنامج فريد من نوعه في تاريخ الإعلام العربي. يعني لغتك، لغة العرب، لغتك وتاريخك وثقافتك، إذا كان طلعوك منها خلاص ما بقاتش عندك هوية. ما نعرفش صحيح كلامي ولا لا؟ ممتاز. ممكن رسالة إلى الأمة؟ ضموا الصفوف، أزيلوا الفتن، وضحوا جميعا لأجل الوطن، وكونوا حماة وكونوا بناة، ولا تستهينوا بغدر الزمن. إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأماني بدفع ثمن. يعني هذه رسالته. سؤالي نوعا ما موسيقي. إيه؟ ليش العود تحديدا؟ هذا يفتح لك مجال أنك مش تعرف الطبقة اللي تغني عليها. رفيق درب كيف يقولوا تلحن عليه، وهو اللي عايش معاك تخلق منه الجمل. عندي طلب. تفضل. ممكن تغني لنا الليموني اللي غاروا مني؟ على راسي. صوتها حلو. الليموني اللي غاروا مني، قالوا لي واش عجبك فيها؟ جاوبت اللي جهلوا فني، خذوا عيني شوفوا بيها. يلا لمون اللي غاروا مني، وقالوا لي واش عجبك فيها، وجاوبت اللي جهلوا فني، خذوا عيني شوفوا بيها. هذا البرنامج أعتقد أنه تحدي وإنجاز، وأتمنى على الله أن يبقى إلى أبد الآبدين. مش نشجع الشباب العربي من المحيط إلى الخليج يتباروا في برنامج يدعم اللغة العربية.